فلقيته ان هو بيقول لي انا عايز اتجوزك، فهنا انا اتصدمت. اهلا واضح، ليلى شندول. اغرب موقف حصل لي مع معجب، كنت انا وقتها في قناة دريم وكان عندي هوا، فجتني رئيس التحرير قالت لي استاذه ليلى في حد بيسال عليكي في القناه. فانا استغربت انه مين جاي يعني يسال عليا، فقلت لها اوكي هخلص الهوا وخليه يستنى في الفي اي بي. خلصت الهوا رحت لقيت حد كده متشيك ولابس بدله وكل حاجه، فمساء الخير مساء الخير. قال لي انا جيت من بلد لبلد وبقى لي فترة بحاول أوصلك بس ما عرفتش، حاولت أكلم حتى الإعداد عندك ما خليتش حد، فقلت أنا أجي لحد هنا وقابلك شخصيا. قلت له أهلا وسهلا. فأنا استغربت يعني الراجل جاي لي من بلد لبلد يعني موضوع مهم جدا، فلقيته بيطلب إيدي للجواز. فلقيته إنه هو بيقول لي أنا عايزة أتجوزك، فهنا أنا اتصدمت. يعني ما عرفتش أقول له إيه، فبس أنا قلت له طبعا ده يشرفني جدا، بس انت قبل ما تيجي كان لازم تتاكد انه انا يعني اكيد انه مرتبطه مش مرتبطه. قال لي لا لا انا متاكد انه انت مش مرتبطه يعني، فهو جايب قلبي جامد. اطرف موقف حصل معايا في تصوير كان، عارفة لما تسقطي اللي هو تفتكري النهاردة اتنين، تفتكري انه النهاردة اتنين وهو تلات يعني، فانا كده يعني روحت خلصت الحلقه بتاعتي زي النهارده كده، خلص بكره ما عنديش شغل، فتليفوني سايلنت وكده وكل حاجه تمام. نمت اللي هو نايمه يعني شبعانه نوم. لما جيت امسك التليفون لقيت الدنيا مقلوبه عليا ولقيت الاعداد جاني البيت، ويا استاذه انت فين واحنا عندنا هوا ومش فاضل كتير، وطبعا انا لا محضره ولا عامله ولا حاجه، وطبعا جري على القناه. جري على القناة والسكريبت والأسئلة والضيف ومش عارفة مين ضيفي ومش عارفة ولا حاجة، ولك الحمد لله يعني تمكنت وكملت وكانت حلقة حلوة جدا. فدي كانت أطرف حاجة يعني. أكتر حاجة جنوني عملتها في حياتي، بصي هو أنا أصلا عقلة يعني مش اللي هو بعمل حاجات جنونية قوي قوي، الطبيعي اللي هو وانا صغيره فاهلي صعبين فما ينفعش مثلا اطلع متاخر واجي متاخر، فكنت بحب ان انا اكون اطلع موديل، وطبعا ده كان مرفوض رفضا باتا في عيلتي، فكنت انه انا ايه بروح اعمل موديل من وراهم واتمسكت. يعني مره على مره على مره، فكنت راجعه البيت انا، فرجعت البيت الساعة 11 بالليل. انا اكتشفت انه انا اليوم ده اللي روحت فيه البيت متأخر اكتشفت انه انا ناقصة نظر ازاي. فلما روحت البيت فببص من ورا الباب عايزة اشوف بابا نايم ولا لا عشان ما يمسكنيش، فببص كده بعيني دي مش شايفة حاجة اللي هو، فقلت تمام خلاص انا كده هدخل غرفتي ومش هيشوفني والدنيا هتعدي على خير. لا لقيته ورا الباب. فقلت له الثواني بس العيب مش فيه، قال لي العيب في مين؟ قلت له العيب في عيني اللي ما شفتكش. شكرا واضح، ميرسي، مبسوطه بكم جدا 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 وسعيده انه انا معاكم النهارده، وان شاء الله على طول متالقين وناجحين. ثانك يو واضح مره ثانيه. ليلى شندول.